اذا ممكن من الموجودين ولا برا؟ اذا تبغى تقول من اللي برا ويجي ذا الحين ما عندي مشكله. والله كله واثق فيهم صراحه. لا لا من اللي برا عشان يجي يساعدك. طيب ساعدني في ايش؟ سؤال جو وش الموضوع عشان انا اختار مين؟ نفس الطريقه اللي صارت الاسابيع الماضيه. مثال يعني. مثال ويشرح لك او العكس. يلا بسام. سلطان الهميلي. طيب سلطان الهميلي حياك الله يا سلطان. اول شخص يدعى من قبل الفور كومبارس. حياك الله. طيب تفضل معي بسام. بسم الله. انا ابغى قبل ما يجي سلطان اتوقع ان اسم سلطان تكرر كثير، هل هو الشخص الوحيد اللي يثقون فيه بالبرنامج هذا؟ لا والله نثق فيهم جميعا، لكن سلطان اقرب لي شخصيه فيفهمني. يعني في تخاطر بينك وبينه. بالضبط. في كيمياء. بالضبط. ابغاك تختار لي ورقه. توريني اياها. وابغى اوري الجمهور اذا هم طيب. طبعا النظام هو مثال يشرح في خلال وقت معين، بيطرح التايمر بعد شوي، اذا جابه يحصل على النقاط ويعدي هذه المرحله. المثال يقول مثال هذا المثال. طيب اليوم ما بنوري بسام، بنوري سلطان. لا وبنخلي سلطان هو اللي يشرح لك. لا كذا خدعت جوي. تعال سلطان. طيب خلوا سلطان يسمعني، شغلوا السبيكر برا. وابو سلطان يسمعني. تسمعني سلطان؟ طيب انا ما اسمعك. صيح. دقيقه ابغى اشغل الصوت عند وليد. احتاج اسمع صوت سلطان. تست. طيب حلو سلطان. سم. اليوم العكس انقلبت الآية، انا بوريك المثال وانت تشرحه البسام خلال وقت معين. طيب كمل. بس بشرط. سم. انك ما تتكلم ولا تفتح فمك باي لا حرف. لا لا ما ينفع. ولا تلغى على بسام. لا لا ما عليك. التايمر جاهز؟ بس وريني المثال قبل التايمر عشان افكر. طيب قبل. طيب الصوت جاهز؟ خلونا نوريني سلطان المثال ونشوف اول مرحله مع بسام السيف. اتوقع ان سلطان سلطان يعرف يشرح، لكن انا ما اعرف كثير في الامثله. اذا هو مثال قديم فممكن. لا بسيط جدا. بسيط جدا يا ابو سهل. ان شاء الله بسيط جدا. اعتقد انه يعني مكرر بشكل كثير. اي لا لا سهلات ان شاء الله باذن الله انها سهلات. طيب تتوقع تعدي المرحله ذي؟ والله اتمنى، واذا ما يسر الله قدر الله ما شاء. طيب التايمر جاهز وسلطان ابوريك قبل ما نبدا التايمر. يلا. التايمر طبعا 60 ثانيه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقتين. جاهز؟ 60 ثانيه. 60 ثانيه. 60 ثانيه كم؟ دقيقه. يا بتوع الرياضيات. دقيقه. طيب هذا هو المثل. طيب. جاهز؟ طيب تعال قدم قدام ويلا نقول بسم الله. اذا التايمر جاهز نبدا معه. التايمر جاهز؟ طيب بسم الله ابدا يا سلطان. ستة ستة. واحد عن ستة. ستة. ستة اشخاص. واضح ان في تخاطر كبير. مجموعات. شخصيات. ستة. شخص. يوم. يوم. مجموعة. إلا الخذلان يا سلطان. جنني. خمسة. أربعة. ثلاثة. ممكن حران من الجمر ولا شيء. يعطيك العافيه يا سلطان. طيب ابا لك. لا 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 تفهم. اعلم كم كلمه. انا اقول لك ست السادسه بعلمك. اسال قول كم كلمه. اذا بتتهاوشون ما عندي مشكله. تكفى بس. لا 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 انتم بينكم كيمياء بس الحين بينكم قزاز. اي ما نقدر والله. خلاص. طيب خذلان. بس كلمه واحده. ما كانت ثقه. من بغدح ما يقول احد. لا لا ابو عبد الله عادي. بسام باب الله. من بغدح ما يقول احد. هارد لك يا سلطان. عبد الله يعطيك العافيه يا سلطان. ما قصرت والله يا عبد الله. اول مرحله والله اني معذور. انا اول مرحله خسر فيها بسام. ومن بغى الدح ما يقول اح، ومن بغى سلطان ما يقول اح يا بسام. سعد الشيري تقدر تفضل معي.
سفير الوقت.